مليين حتى نص النهار وتوا فينومين. فينومين فينومين مع نوسة العزيزي. بونجور يا نوسة. صباح النور. لا تارك الكاسك ما حبتش تارك على راسي باهي كي نركحت مريقلة سينو في عقلك في عان نستنى في انا قاعد انا رايدين قاعدين نستنى عامله قرون يا اخي ما حبتش تركح راهي فوزه راهو تشويش هكا واحدة بوحدة باه عمايلك فين عمايل فوشيكا في شوف لي حل ولذا تم اطلاق عليك كلمة فوشيك شومي مش تخرج في الشارع حرام عليك هاي نوسة نوسة اش عندنا اليوم عندنا احنا في لي زابينغ في الحكايات بنتي عندنا واحدة تستحق زابينغ وحدها انا فينومين في الفينومين عندنا اعلامية تستحق زابينغ وحدها فينومين قلت ما هي فينومين هي حاجة هي نحب نشعر عليها الحق. اش تقول عليها؟ لا ما نتقي خويا لا نحل في باب لي على روحي من عند هيلا الضوادي خطاني منها. هلولة إعلامية قديرة وطيبة وطيوبة وحبوبة ومحليها هيلا. عندها ستيل مميز لها هي. فيه ما آخر فما ناس تقبلوا فيه. عندها لسان مميز لكن هي. ستيل. مش ستيل لسان. إذا كان قبل ما يحضر أو إذا كان حاضر التليفون باش ناخذوه كان تحكينا شنو علاش باش تدخل معنا هيلا الذويدي بالتليفون عندنا شكون زيد وفي برنامجها وعندنا شكون نقص برنامج هيلا اللي هو تقطيع وتريش أسئلة العديد من الناقد والمحبة وبرشا حكايات أسئلك حواش نافرك أنت طيحة وخليها هلولة بونجور صباح نور هلولة بونجور صباح النور شنو حوالك توحشتك راني عايشة اختي ايش نقول لك حاجه يا عفيفه قل كان فما حاجه باش تضيعك في الدنيا هذيا نوسه كاريرك ينجم يروج كاريرك ينجم موجه لا تجيبه تعرفني عاد انت هكا نوسه اللي حبيت صدقني باش تضيعك لا صعيب شوي ما هو كنهار قاعده اسمعني اسمعني قاعده تحاول لكن نهار قالت لي حبت هي نفس السؤال طرحته اللي طرحته انت طرحته من غدو يا اخي قلت لها ما نجمتنيش هيلا الذوادي باش تنجمني انت ليه رفيق مع نوسه في الفيديو وتفتح وتعرف يوم الكل هذيك عاد هذيك فيديوهات نتاع تيك توك نوسه ما فيها باس نعاونوها انا ينهار نلقاك تحوس دافين مع نوسه هلو انت لاباس اش على روحك شنو احوال تقطيعك وتريشك لاباس الحمد لله الحمد لله قل لي شنو صار خليتكم لاباس نهار لحد نصبح نهار اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مش عارف انا نهار نسمع في الحكاية تبدلت وخروج ودخول فسر لي الحكاية لا متبدل حتى شيء انا بدي قاعدة على روحي ناس مليح لبيا عليا ينوقف تليفوني وانا في تورناج نبدا تورناج القفا غاصة ما زيدش تليفون يجيني ميسنجر من عند صديقتي واختي سلوى نعمان سيد نسلموا عليها سلوى نعمان يعيشك قالوا كل جمعه زي انا راني جمعه ساتخلفوا معناها مانيش مكمله معاكم ستتخلف ولا تنسحب قالت لك سلوى لا لا قالت لي مانيش موجود عملوا على روحكم راني مانيش موجوده معاكم يعني باش تنسحب موجوده معاكم يعني خرجت مش خرجتهم باش ننسحب لا لا ما خرجت حد اختي انا لا واضح كلام هيلا قالت لك انا نخدم جهه تليفون من عند سلوى قالت لها راني باش ننسحب خاطر كي قلت لي ساتخلف في بالي حلقه واحده معناها ديجا الفويس اللي جاني باش نعدي في تقطيع وتريش نهار الاحد انا نحب امودي واضحه مع الناس الكل راني حياتي كامله امودي واضحه وفي تقطيع وتريش نعدي كل شيء ما شفنا عفيفه وي فمش واخر طاح وعديناهم شوية واخرك طاح وعديناهم ما تجيبش حاجات يا هيلة خلي باش يدخل حد خلي باش يدخل حد ويخرج حد من اللي ما كان عديوه يا هيلة سلوى بركة ولا وجميلة جميلة بعد سلوى انا خلنا نكمل جانيش الفويس نتاع سلوى ايه بعد لحظات جيني الفويس نتاع جميلة وي المخرج ما بعثلكش فويس جيني لا حتى نهلة ما جات ما بعث لي فويس باهي برشا دونك انسحاب نحكيو على انسحاب معناها انا جاني الفويس نتاع سلوى قلت لها موافقه سلوى
جاني الفويس نتاع جميلة قوات، قلت لها موافقة جميلة. هلا ربما الانسحاب لهنا باش يفتح الباب العديد من التأويلات، مش ربما، هذا الأكيد. باش تجاوب جمهور البرنامج اللي عمل الجمهور حبينا ولا كرهنا، فما ناس عملت مؤاخذة حتى على الاسم، معناها علاش تقطيعوا تريشيا هلا، علاش خاطرنا نعاود ونقول انا كنت حاضرة وتنحكي نعطي رأي في حاجة. تونسي قطع ويغيش عليه العباد، ما تحبش تواجه الحقائق نتاعها. يا هيلا زعما ما لقاوش روحهم معاك في التقطيع والتريش، يلقاك مثلا لقاوك انت برو عليهم؟ لا 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 لا، مش هذا مش هذا، خلينا نتفقوا. هما البرو راهو اللي معايا انا، ما نختار حد معايا في الايميسيون كان ما يدبروا سينو، من الاول ما عندوش على شيء البرنامج تقطيع والتريش. هو كيفاش كان الاختيار هيلا نتاع المجموعه نتاع 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 تقطيع وتريش؟ اي كيفاش كان على انا اساس كان الاختيار؟ انا من قبل انا نجله عندي كلامتها من عمي، قلت لها نجله تعرف علاش نحبها؟ ايوه خاطرها ما عندهاش الترهدي، هي اللي لها نجله لا تتغير معناها. قلت لها ماذا بيك معايا؟ قالت لي هلا كي تبدا البروجرام افيك بليزير نبدا معاك. كلام جميله كيف كيف جميله قبل بها جميلة، قلتها قبل راني جميلة محليها حسيتها معناها جميلة نعرفها دونسونس في الكلمة بالتونسي نقولوا جيلغة، فهمت؟ حاضرة حاضرة اللي في فمها تقولوا اللي في فمها تقولوا اي اي معناها كيفي انا معناها حتى انا جيلغة مانيش ناخذ جول. حاضرة حاضرة كلمة حاضرة تعرفني انا معاك عفيفة قاعدة تلطف في الكلام بي دونك كان على الاساس على اختيار هيلا العبيد برشا توا يعني دي ستاتيو يعني عبيد تكتب مكنش اللي قاعده تكتب لهم فيه هيلا هما ما يحبوش يوافقوا عليه ما يحبوش يقولوه الحس يعني حسوا هيلا هزتهم الاثنيه اخرى دقيقه انا ما نكتب لحتى حد كنت حاضره عادي الحقيقه انا على خاطر كل واحد عنده فم بالضبط كل واحد عنده مخ يخمم به لعمري نكتب لحد لعمري ابدا هذا كل ما نعمل ما قلنا يمكن جلد. الفوم تاعك انت تتصرف فيه كيما احنا نقول لك حاجه كيما احنا تو نحكيو انا وياك موسى بالضبط هذاك الشيء يصير في ليميسيون فهمت الحاجه الوحيده بار كونتر تعرف اكزومبل معناها نبداو في الميك اب نقولها اكزومبل جميله شو تي با بوزي كونديسيون معناها شو ما سالتك باش ما نبداوش فرد ثنيه احنا مع بعضنا الكلنا معناها اكزومبل جاي عفيفه تقول لها تقول لي اكزومبل على الكيستيون نقولها جميله شونج لا فورمولاسيون دو لا كيستيون معناها انا ما نحبش تقطيع وتريش من نوع اسئله اكزومبل شنو قلت لك البارح شنو حكيت البارح اش قال لك في المشهد الاعلامي اليوم اسئله يفوتوا فيها الناس الكل احنا اسمها تقطيع وتريش لازم نمشيو مع الكونسيبت نتاع ليميسيون فهمت يا واضح يعني ما فهمت لاني في برنامج بلا مجامله لاني في برنامج معناها فهمت سي با سا ماهوش برنامج ثقافي راهو احنا برنامج اسمه تقطيع وتريش خلينا في طريقة معناها في الكونسيبت نتاع الميسيون سلوى بسيس بحثت لي معناها كانت صريحة قالت لي هذا راه البرنامج الكونسيبت أنا مانيش ماشية معاه ما لقيتش روحي في الكونسيبت رايها وتحترمه انت هيلا رايها وعنده الحق فيه معناها فهمت انت هيلا معناها الكونسيبت الكل يقوم على البروفوكاسيون للضيف يعني هذا هو الأساس سي با فريمون لا بروفوكاسيون البرنامج اسمه تقطيع وتريش واضح خليها في التقطيع والتريش انت زاد واضح اون فا اتر توينسا معناها باش نحكيو بمنطقنا احنا لغتنا التونسيه كيما رايك وما ندرا شنيا وما ماهوش ستيل البرنامج واضح وكل عرفت المقدمات وكل تعمل معناها باش تعمل كيتشون تعمل مقدمه وجوهر وخاتمه هذاك الكل ما نحبش واضح القاعدة التونسية الأصيلة علاقتك بالبنات توا بجميلة كمراء وبسلوى نعمان بسيس وأنا شفت راني أنا العلاقة شفتها على عيني احترام كبير تتشاوروا أنا ديما نقول كل واحد يرقد على الجنب اللي يريحه كما يقولوا المطاروة كل واحد يرقد على الجنب اللي يريحه اللي يلقى روحه في البرنامج مرحبا بيه اللي ما يلقاش روحه في البرنامج عنده حق معناها في الاخر معناها انا ما نتصورش روحي اليوم نهار ندخل بروجرام كان ما نلقاش روحي فيه بنخرج بطبيعه فهمت توا شكون ما عنديش علاش ندخل من الاول فما حل اخر فهمت واضح فما دو سوليسيون يا البروجرام من الاول نعرفه مش نتاعي وما ندخلوش ما نقبلش اني ندخل فيه يا بعد ندخل نكتشف
اللي هو مش تاعي نقول هي مسلمه. علاش توا تم الاختيار على الممثله وحيده دريدي؟ والله وحيده دريدي انا نحبها من قبل راهي. كلمتها قلت لها وحيده اشكو ستانتيغي شكون معنا في تقطيع تاريخ؟ قالت لي هنا والبنات والبنات والبنات. قلت لها والله فما شكون اليوم طيب بلاصتو؟ ستانتيغي تكون معنا؟ قالت لي فما بلاصه في البرنامج مرحبا. وهي بيتها انا معناها وحيده وجات عندها نظره اخرى للبرنامج هي بيتها قالت بوديتو معناها باش نطوروا احنا ماذا بينا كل مره نطوروا من البرنامج كنت علاش ناخذوا على باهي وحيده الدريدي باش نقعد شي بلاصه تقطعوا تاريخ فقط يا هيله وحيده الدريدي حسب نظرتك انت ليها قداش عندها نسبه تقطيع وتريش؟ وحيده تقطع وتريش بس الوجه وحيده تقطع وتريش في الوجه كيف عرفت الناس اللي تقطع وتريش في الوجه مش في القفاء انا ما نحبش تكون يقطع وتريش في القفاء اما في الوجه نحكي احكي كل شيء انا كل شيء على بالي على كل شيء يتعدى في الايميسيون انا قلت لها تو هوني شويفر عفيفه طاح وعديناهم باهي على ذكر بالله بالله ذكر عفيفه مالي فايته جانا المواطن مالي فايته جانا واحد جبنا مواطن وعفيفه كانت حاضره في المواطن الصالح هذاك وعديناه عفيفه هكا ولا يتعدى اي يتعدى واصرت هيلا انه يتعدى خاطر مواطن صالح نحات اللي يمكن حاجه ريتها انت ما ماهيش لايقه الحقيقه ولا كي الحقيقة ما تتعديش أي ما تتعديش كلمة ما تتعديش عملت عليها طول لكن عديتو هذيك ما تتعديش فهمت بي اسمعني هي عفيفة شدت روحها راي هي هيلة عفيفة هي في وسط البلاتو أنا تفرجت في الإيميسيون الكل شدت روحها على التقطيع والتريش في الأوف كيفاش في وجهها في وجهها في وجهها توقع عفيفة مغرومة بالإصبع عفيفة تحب تكتب على شي وقتها عادي على حيتي نقطع الريش هنا هيلة الحق الحق ملي كلمه قلت هيلك وقتها غاديش نعاود قلت لك على مريره هيلا وخيتي شديت هيلي علاش عملت لك هيلا عزيزه وشدت سارق والله لا تسايبك اسال اقول لها نوسه عزيزه قداش عندها تقطيع وتريش تقول لك خاطر عس على حيوتك عس على حيوتك وليت نعس يا هيلا اسكت برك لا لا معاك انت ما ملوج هلولا يا غالي ربي فضلك ونورتنا شل... عفيفه وسلفنا بالحق محلاها البريزونتيشن محلاها تبارك الله عليكم وسهل عليك بالحق والله عايشك الناس الكل قالوا اكتشفنا عفيفه اخرى وانا بالحق تفضل بالحق انا بيدي كنت معاكم على راحتي والله. لانكم انتم خليتوني على راحتي اكتشفت نجله فيها معني انا نجله الحق نعرفها من بعيد ولا نتقابلوا معني في مناسبات فنيه من بعيد اكتشفت فيها الانسانه انت يا لغلا صديقه والوخية وديما انا نشرفني هذايا نشكرك برشا يا هلولا ان شاء الله ديما نورة عندها ما تقول لك يظهر لي نوسة نوسة أنا... قلها قلت لك قلها إن خاتيني ما نطلبك الجملة ما نقطعش وراش خاتيني يعني. الحق الحق حتى تعرف مسكينة هما بالباطل قالوا عليك قطع وتريش خي انت اي والله يا هلولا نحبك برشا وبالتوفيق يا غالي هي ما تقطعش وتريش بعد ما نصلي لك تعملي تليفون هكا هاو اقها واضح واضح يعطيك الصحه لو ما يجيش لو مش حلو حتى تعرف عايشك يا هلو نذكروا انه تقطيع وتريش تلقاوها على قناه حنا بعل كل نهار حد 8:30 نتاع الليل هلولا بيان سور ايوه 8:30 والايميسيون في ايميسيون سبيسيال علق. عيد الحب وعيد ميلاد ان شاء الله ديما منورين ان شاء الله ديما حنا بعد نهار 13 فبراير كل التوفيق لقناه قناه حنا بعل وكل الزملاء كل التقنيين نسلموا برشا على سي زهير وربي يعطيكم ان شاء الله التوفيق والمحبه ديما نشكرك برشا هلولا ونقول لك في الامان وباي باي ونتقابلوا ان شاء الله في فرص اخرى مكملين معاكم طبعا مش صباح ترجع لكم بعد الاخبار